الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: كذاك في سياق نفي النكرة ومنه لا يستويان واذكره في نحو لا أكلت أو سياقي نهي أو الشرط إذا يلاقي، كذلك الاستفهام نحو هل رجل، وفي سياق الامتنان ذاك قل. وعكهذ لي السياق عمومك سيغوينك إعراه يدعى من ماذا كان صدأيك هذي. شيخو حيري رحمه الله: كذاك ساسو كلو أهذي وخبر مقدم في سياق النفي النكرة. سياق النفي حال يكسو قنطهي، وهذا النفي أو تحن لحدي أي كسو قنطهي النكرة سو صعتها نكرة نكرة سدو إعراب تبكو عدي يساقو مركو إعرابه يو وحت الممي كذاك إنه يهي خبر مقدم في سياقنا إنه يتهي حال إنه يتهي نكرنا إنه يتهي مبتدم مؤخرته، وفي سياق وحي كأهي صفة النكرة كأهي دو ولقسو هرمري نكرة صفة دي هدي له هرمرينا ولقى حاليا. ومنه الفاظ عموم كفائدين سيكمد أهاتي لا يستوياني أريق لا يستويان، يعني استواء للنفي سناش للديد للنفي سيغوي كعموم كفائدي سيكمت. واذكره أي واذكر العموم ضمير كهذا وحون نغنيا عموم بؤن نغنيا. واذكره شاق عمومك في النحو لا أكلت لا أكلت أوكلا عموم كشاق، أو سياق نهي هذا المركز النهي كل عاي ولا الرهابي كشاق عموم، أو الشرطي أما الشرطي سياقين عموم كشاق، إذا يلاقي مركو لكل مسياق النهي أما السياق الشرطي أي أن نكرة نكرة لكم إذا يلاقيها أي أدعية هذو نكرة لكم. كذاك الاستفهام ساسو كلو هذا استفهامك نحو هل رجل، وحو هذا تساريه سوسيدا هل رجل ننميو مركا يهي أي في الدار من الدار تخصوغن ميوه يعني كمصوغن اللو تشيدو. وفي سياق الامتنان إذا كقل هذا الكي مركا من نشيغت كها تحيس قده سنة ذاك قل أرن كاسو كالكرده مركا ذاك وحوي ومتدع وي قلنا وحي نغنيسا جملة خبر كيف نغنيس في السياق قل بيكو تعلق ذا. وعشيخ ينات الماما يا رحمه الله نكرده هذا السياق النفي دعدو وحي فايدي سا عموم، ومسألة كواد او تلمامي نكرده السياق النفي قد عدي عموم كفايدين إسانا وحي نغنيسا النفي كاستأي نغنيسا إنو قلي. أو واحد لقولنا فيها النقطة ما أما الله النقطة أما الله تها النقطة أما ليسها النقطة أما لمها النقطة أما إن النفي اللي وجدت شيء ده النقطة نفي قاسي هب عشرة نكرة ده وتوس هوجد عو أما توس يعني وجد عين السياق هكوس غناته مد والبا وحي فائدين الساعة عموم كيف فائدين بعض بقى كلا صاروا وحي لهدين نكرة ده في السياق النفي أهي هدي النفي قد توس يدا وقود عوب عشره أن وحود حينن مركع عموم بيفايدينيس، لكن هدارو باشرين هذا الكتحي سن بيكود نحجرته لكن نفي قد توس يدا وقود عمايه مركع عموم مفايديني سيدة دي. بعض بقى تفصيل كاليمي وعانا كم دا قوليها مركع تفصيل كاس كتغي أمدي الشيخ اللي يلاهذا أيها كم دا. لكن سيدة الصحيحة الجماهير تعلم ذو قبان وحي طيانين الفرق كاللهين نفيقو هب باشيرو توسها وقلدو عاميانو باشيرونو توسها وقلدو عيني نكرد في سياق النفي وحي فائدين إسا عموم سيدة الصحاني واساس وعو شيخ ورنا يا أميدي وحي الله لقول ردنا يا وحا كم دا آيات دو الله يري قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أوه وحل قول ردنا هذا الكي قال ذي أي لهدين ما أنزل الله على بشر من شيء إلى هاي إنبا آدم وحكم السودكين مركي أي لهدين ما أنزل الله على بشر من شيء
أيو إلهي وحوق الشواب يقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى مركا حدي وحوي هذا الكود أنو عام أهان لهين دي الشواب ومي نقطة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى حدي وحوي مركا عموم مركا أنو هذا الكاهور أهين تاني مركا مرديسين وهذا الكي خلاف سن من نقطين وبشر قارة إن رسالة ودي ديان يوحي إنو إلهي كسود الشيء أم بين نقل لهيد مركا دينا يكن قران يينا يكن ديدان لبشا يؤس خلاف سن مين نقطين هذا الكود مركا وحل ورديي من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى على كل حال جماهير أهل العلم وحقبان نكرد في سياق النفي يقصه قاني عموم بي فائدين يسافرقنا مكال له إن النفي يضب باشر وطاس وقلعه يينا النفي وطاس وقلعين وحفرقي يكال له ذي مجرد مروى البوحي فايدين يسا عموم بي فايدين يسا لكن وحيوقع بسنطة مرأي عموم كان نسق طوك وعضهي وعامل ممو إيه وحكى لبا أين أقبل كريم إيه مرأي عموم كالظاهر كطو أين نسق أهي لبدا النوع بيوقع بسنطة مركي عموم كان نسق كطو أيوحا كم دا أري نفيق إسكال لازمة هدي لا نفي كله والنفي مو إيه ملك لبا أن لو استعمال سيدا أري قد ديار أما هو حوية مركا أحد أو إنسان لو قد شيده أما هو حوية عريب يراغن يصاغن يريض الله متكا وحي النقونا يسا إن عمومك نسقطها وحي اللهم إذا بنيت مع الله هدي الله لتشرك إذا الله بنيه سيدا لا إله إلا الله عمومك نصبكتها لا رجل في الدار عمومك نصبكتها وحي اللهم إذا حدي من للتنصيص العموم اللوكيانو مركان عموم كان أصبح يكون نقرس ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني وحي تهي عموم كي وحي يكون نقرس نصب يكون نقرس وما من إله إلا الله وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر أو كان صيغة لها النفي اللزم وغير ذا لذا القرافي لا يعم شيخ القرافي لا يرهد أصدح ذا حال ذو علماء أي يرهدين عموم كالنصب يكتها يموياني انت كلا نكر في سياق النفي وحي العموم بمفائديس لكن صح ذو وحي تايسد الجماهير علماء كتها هو إن عموم فائدين يسو لكن صدح ذا حال ذو عموم كويكو عدو النصب يكتها حال ذاك كلنا الظاهر بيكوتها ظاهر بيكوتها يحلو قد شيء بمعنى غالب عموم كويهي لكن احتمال ضعيف هو أقبى قنكرتها هدي قرينا له عمومك هو أقبى قنكرت صلقت الماما يساس الكوحين براروشنين لاد العاملة عمل ليس كتبها قاركود نحوها كم ذي وحي مران لنفي الوحدة بيقران ومرك إلا بدل لك الشيء جيان مدنا وحي لهدان لنفي الجنسي مدنا وحي لهدان لنفي الوحدة ولا ذا لا التبرئة ليلهدون لا التبرئة أما لنا نافية للجنسي لا ذا النفي ليس جنسي وطا إذا بنيت مع الله تاسوك لوحي لهدان جنسي بين النفي ليس تنكر لوحي لهدان وللنفي الوحدة يوم مدبال لقو النفية كتبها نحوها أي الساس يكون عضينا وحكم ذا ابن عقيل كلفتي سابقا ذا يا كتبك لبا مرك أرنك النوع سوى عن بحي لكن سيد العلماء أصولك وقبان نحاد قاركودنا أي نص قريين وإننا الصحة هاين لها لنفي الوحدة تبي مركو هربا أولغانت أي وحل لغة شيء ذا ملك النفي قيسة وحيكو أقبل كرتا احتمال ضعيف وانا هدي قرينا له ولا رجل في الدار بل رجلان لا رجل في الدار بل رجلان هدي لو امس لها يلدين لها هذا الكهر لو امس لها لا رجل في الدار حنقول له عموم كمد فائدين لكن بل رجلان بل قد بكيني كرا ولا راعين كرا مركا وحي نقول يسمعونه مركا ودعيا نكلي غريقه كما سغنا الا من نبا كسغن مركا قرينة بل رجلان با كباتي سي عمومك
عموم كمركا لفتي ذوي كتصين لها إذا ديك له لكن لا الرجل في الدار هذا ترى هذا بالرجلاني كما دبكين كرتين فرق أوده حيواتاس لكن لا يراه هذا مر لي بعموم ما فائدة السبع المركا اللي يقول لي قنطي وقلط على مدر نحادي مركا عديي مركا إن أي ساس تهي وهي الظاهر كتها عموم كا وحكم إذا حواشي دقار كود وابن عقيل كلفتي سصارا وحكروا كم إذا ابن هشام الأنصاري كتاب كيس مغني اللبيبك وحكروا كم إذا كواكب الدرية على شرح المتممة يعني أنتم بوحي قريان إن عموم كظاهر كتهي أي قريان لا العاملة عملا ليس يعني غالب إن أطهي غالب إن أطهي وعموم نملك قاضني ولبو حيد دري الشدين بيتك أشاعرك لتعز فلا شيء على الأرض باقية تعز إسو التعسي يدي إسو الصبرسي على الترع السنان فلا شيء على الأرض باقية يعني الشيء بأر لذا كركي ذا كهر ماي يعني وحمركا كم مغطى ننادو مرقون أيو كم مرقون يروح دنتي إنو الله الله أولي هاي الصبر يا الصبر سي فلا شيء على الأرض باقية شيء بقى الله كهري ما يه حاد مركا وحوي لطوا وعي سام مركا وحوي لؤيس يعني الصبر أتخيسه والله وضع دمانية مركا فلا شيء على الأرض باقيا والذي العاملة عمل ليس عموم اللغة شيئا وعده هو واضح صور كائن الشيء نوحي أنا هين عموم كي نسكم أها أي واحد كنت هاي عموم كي الظاهر بيكوت صحنا ما هالسيدة قرافية أي كنت جاين ورانا يان صور كاوحي كالصهر عام معها يعني متصحة ما هتاس مسألة هذا اللواد ينوش شيء واحد هاي لا يستوياني سرنا نشهد دين النفيه لبش شيء أي سميه وحلقة قاضنا يا مركز لفتيد عموم بلقة قاضنا هذه أشياء بدن وكل الدول مركا لا يلا هذا مصرنا نواصل سكنا وإننا السنة بقص النين وشي وشي هذا كم إذا أين كص النين أي مركا أصل أطها إن الفائدش بعض ما وحي إلى دين ما عموم فائدين ما يسى وحي النقن يسى إن وشي إننا كص النين لجو حمباري الصور كورد بيمسو جليان إننا كص النين مركوا صلب العموم عموم الصلب معها عموم كان لنا فينا إياه وعموم كي أيها للسيب إياه لكن عموم الصلب معها كمرد عيو مركا الصور كدمان تيد إن لغت الماما يكمسنا لكن سيدة أرجحي وحي تهي وإن لا يلاهد مركوا الصيغ عموم وعموم بفايدينيس مركوا حسوق ليو لقدر يشن إياه الدين الذي يلاهده الصيغة لا يستويان أما لا يستوون وش نبأ إن نكس النين بيد دليل أطاي أنا مسلم كي يدمي ليس دليل قال دمي أهو مسلمين تكوه صنول أما معاهد أهو مسلمين تعهد أي لليهيد هذا وقف مسلم الدلو دم بوين وليمي شككو متشرو لكن ما لو دليل يا مسلو ما دليل قل يا حنفية الدواء الدليان وحيلين واللو الدليان وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مركا كنوا النف كنوا النف مدوى لبنى ومعصوم تكافو كلالا مشرطي هو اللي سد لي بلي أحاديث دي مركي اللو سود لي شدين وحيلين وحديث أحادو حديث كأحاد كأهي آيات كقرآن كعموم كوذا مخصص كرو حديث كي أحد كها وظني وظني الثبوت آيات كنا وقطعي الثبوت سجنا شهد وقطعي دي قطعي يظننا كالحوق بضن دي قطعي وحبك من ريبي كربي لدي جمهور كي قول كوضا الصحاني وحي له دي حتى قرآن كابن نوغ الدليله إن اللود الكريم ومحاويد كو الدليل يهي تيلهي باوحو لله يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار قال ذي وأصحاب النار
مؤمنين وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة يا أصحاب النار نلي سمدلو لبضاء اللي سدلا ما دام أين السنين اللي سدلا مركا مدعيس عموم كانوا دريشنين قاعدة ظهر إليهين عمومات كقرآن كأحاديث أحاد كمخصص كرتو لفتي ذا وحي تهي قول أن صح أهين ووحد دليل لهين لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الصحابة وإنت مدول بوكور مني صحابة النبي وحي كل السرايين إن عمومات كقرآن كأحاديث أحاد كاللغو خصيصة أيه ويخصيص كرتو أي كل صناعي مركا كتابك يا السنة يا إجماع وإنت بخلاف سنه قاعدة ده سمرك ورا خلاف سنت كواحد نغنيس قاعدة باطلة قاعدة باطلة أي نغنيس وحكلو كم إذا وحي الله لقدر الشدي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون استواء قال لنا فينا يئن عام يا هي هدي اللي قلتها قو وحي الله لقدر الشدي لقلب حي وحكم إذا نكي فاسقا أها إنانو نكاحي ولي كنقون كرين ولي إنانو كنقون كرين أيا كم إذا وحي الله لقدر الشدي هدي الله إلا فاسق وحلو قدش إذا فاسق مسلم كا حتى وسوق لي اللي يلهدو وحي نقون يساوي لا يدي عدل بالله شرطيا هدي لكن لا يلهدو فاسق وحلو قدش إذا كي كافر كهابا لو قدش إذا إقال كهايو فسق قدام ميسك ترم بيكون عيسى مقابلة مؤمن لقابل سيانا وقرينا أهو كتصي ليسا إلا فاسق من لدى أنكب حيني ومؤمن ناقص الإيمان ونوع إيمانا كتشرة وأنا مؤمن ناقص الإيمان مركان مقابلة مؤمن لقهر قيو لقابل سيا وحي كتصي ليسا فاسق إن لوغتش يدوكي قالكها على هذا سيدا مركان لقو السعودانا وحي الدليل أطهي إن أنا قال كي ولي أن قرين إن أنتي سي مؤمنة أهيد أما ولاشي سي مؤمنة أهيد إن أنا ولي أن قرين أدلك للود لشدان وابشرته ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا شيخ حورنا يا ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ولا ولاية الفاسق عدة النفي ذيب أرنا يا عموم كاللبضة آيادود أو تري اللبضة مدنبع عموم كتصين ميسو ديدي ما يو مؤمن كي إن ذمي الله قصاص ديدي ما يو فاسق إنو ولي النقدان مديدي وحمرك أقواشك وقوتي الماما يا كالدوان سيو مركا وحوية قواعد يكو كالبنيسين كو كالعدي ساقو مسور دوين يا شيخو قول كورونا يا عموم ما فايدينيس مرقبو ان موم ذم لو قصاص كرو لكن راي غودي و خو كبنيسن يهو دونيا انو كو تلمامو سيده وغا جيدا واساس وي مساله كلا و شيخو تلمامي وحي تاهي فعل كيل النفيه النفي او غلي اسغنا و خو فايدين يا عموم بو فايديني علماء قاركود وحي كلا سارين فعل كمتعدق اي كلازم كا ووحا يلاهدين فعل كمتعدق أهي مفعول كأطلاب يا متعدي وحا يلاهدى فعل كإسكي يضان حرف يا تضعيف يا همزئي وحيا الله لم يتكاتون أن لقو قدبن توس أقار يا مفعول كمفعول قاضن فاسا وحا ليها فعل متعد وفعل قدب يا طلاب فعل كعين كاس متعدق أهي اي مفعول كتوس كونس بالصنايا اسغا هدي لنا في عموم وفائدين يا بي علماء قاركود يلادي لكن فعل كلازم ك فعل لازم وحلوه جيدا كان مقابل كيسو وفعل كان مفعول قاضا ان طلبين الا الله طلبيو لغدبيو يلها لو طلبين يرا وحا كميده ان حرف لو غارسيو وحا كميده تضعيف لو سميو فعل كلشدو يعني فعل كعينتي سلشهدو وعكم إذا وحوي همزين لقليو يعني وهلو مجرى أشياء متعددة فعل ككدكتا إتلا بسكو وساكم إذا
marka culimada qaar waxay kala saarayaan ficilka mutaaddiga iyo ficilka laasimka waxaan ficilka mutaaddiga hadii la nafiyo umum bu faaideeni laakin ficilka laasimka hadii la nafiyo umum ma faaideeni culimada qaar koodna waa camimeen oo waxay yiraahdeen ma ficil oo dhan hadii la nafiyo wuxuu faaideenaya umum ayu faaideeni sababta umumka u faaideenaya ficilkuna waxay tahay marka la nafiyo ficilku wuxuu tadamunayaa oo koobsanayaa macna masdar oo ficilku wuxuu faa'iideeyaa laba macne wuxuu faa'iideeyaa xadas ama dhacdo wuxuu kale oo faa'iideeyaa ahadul azminati thalatha inay kullamaant marka zaman iyo dhacdo wada socota ayuu faa'iideeyaa marka macnihi masdarku dimniga ficilku ku jiraa oo ku guda sugay nafiga ficilka la nafiyay wuxuu nafigaasi noqonayaa munsaban cala almasdar alkaamin fi alficli masdarka ficilka ku qarsoon ayuu ku dhacayaa marka haddaad tidhaahdo wallaahi laa aakulu ilaahay baan ku dhartay ma cunayo aklan baa ku guda jirtaa marka waxay noqonaysaa in waxa weeye عموم أفائدين ينغنس ذاتي الله أقوم وأصاص اللين هذا هو حيث ويديان علمدو نيادا ما لغو خصيصي كرا مثال لغو ما خصيصي كرا وفعل كان لنا في أي حد مركا دار أو كلي لقليو تخصيص بالنية ما لا رأي من كرا وانت أترى هذا والله إلا أكل إنا دوتشي دو نوع معين إنا دعنت إنا تكرر نيس وحا الله عنو دن آنا تكوى دارني علماء غار كود وحا يمتخصيص بالنية ولا لا إيمان كرا والنية دو ولا وخصيص كرا بعضنا وحا يلاهدين ماي النية دو ما خصيص كرا بيلاهدين والتخصيص بالنية يعني مركا لغو ما السمين كرا ومسألة مركا علماء اسكو خلافان تالفتيدو تخصيص بالنية مقالي كرتا مسي مقالي كرتو يعني اسكو خلافان علماء قار كودنا وحي لهدين فعل في عموم مفايدين يهدان مستر كل الراعين حيوت شيدان حنفي ضل قشة قصاصة وضعي أهم بان أفايدين لكن لازم سنة يديدي مايا سدا ساودي أي محمد الأمين الشنقيطي وكورنا يا دفعي هام الإضراب كا ولا يكلمهم الله مركو آيات سورة البقرة شوقو وحورنا يا خلاف كحنفية دي مسألة ذا كصاب صني وخلاف في حال لا في حقيقة وخلاف يعني حال إيه الصورة كصاب صن خلاف حقيقة كصاب صن ما بمعنى واصل علماء قاركوت كعب ريان وضع أهم بان أفائدين بيليه وضع عربي أهم بان أفائدين عموم كإنه لازم سنة يديد مايان وحلم إذا فعل كي هدي النهي قاله أصيدو إنو كيان الدونب أن كرادة سياق النهي دعضي سيدي ولم التهي أن كرادة سياق النفي دعضي أي فعل كي للنفي وحلم إذا فعل كي للنهي لا تفعلوا كذا هدي ليلة حين نغني سيدنا عموم أي نغنس على ماذا وحي لهدينا الأفعال نكرات فعلاده وان نكروين مركا ما قالك وحي نغنى يسان نكرة في سياق النفي يا نكرة في سياق النهي شيخ الزجاجي اللي يلهذا وحاوسون نقلي علماء ذا النحادو إلي كو إجماعين أفعاشو إلي النكروين يهين وانو صون نقلنا يا الشرح مركا يساوحو نكو صون نقلنا يا أبياد الضنب بيت كمدا أي كو صون نقلنا علماء كرنا واصون نقليين والشيخ يسلفتي سوحو كسو النقليي بحر المحيط كأي كسو النقلي مسألة ذا كلاو ينو الشيخ يا وحي تاي نكردي سياق النهي دعضي يدنا وحي فائدين الساع عموم هذا نكردو سياق النهي دعضو وحي فائدين الساع عموم بفائدين ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لشيء أي شيء بسقري لا تضرب من أحد عربيهان هدي الله يلاذو أما لا تضرب من رجل
تينو الشيغنين والمد وفعل كهدي للنهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني وأي أكل باسوق لي حوله باطل قعنو أي قتل باسوق لي النفط حران لقدلو أي سوق لي نكر في سياق الشرط يضن وصاص وكلاء وحفائدين السعموم من عمل صالحا فلنفسي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الضبطان نكر في سياق الشرط علماء قاركود حوغا واعتراضين أو وحي الهدين عموم بدلي فائدين إساي عموم الشمول كل سوء دقلي مفائدين وحورنا وزعم بعضهم أن المراد بعمومه العموم البدلي للشمولي نكرر في سياق الشرط مركز الشيقة يعمومك وحلوقت شذابة بعض أي الهدين عموم بدلي يعني إطلاق لكن العموم الشمولي اللوغة ما تشيد كابن السبكي في شرح المنهاجي أنا كم إذا قليها السداس كنت جاي ابن السبكي با كم إذا كابن السبكي في شرح المنهاج منهاج كبيضاوي مركو شرح أي طريقة ذا سمرا علماء قار كودنا عموم كبدلي قابي أرجحيان نكر هذا في سياق الشرط أو وحي إلى هذه الدردة مان مركاين يكوة ذا دعيسو معها أو مركا اللي إلى هذا من يأتني بمال أكرمه كي حول إيكا نوى الشرفية دي عام واكوتها الشخص كستبا مال كستان عام واكوتها هيا رادو أما هبضنادو لكن دي انتي ريدو السوق ليسا مركا شرطنا معها إنو مال أردن وذكينا شرط معها إحدو قدر مالا أكينو حين نقول إيسا إكرام كينو متايصني هدي عموم شمولي يا إتهينا مال كورنان إلى أوه ذكيانو دي ما متايستين مركا دي عموم بدلي عموم شمولي يا مركا ما مسائشة النظم يا كل شيء مسألة دي قدن بيسا وحي تهي نكرة السياق الامتنان دعضي هذا المن الشيء قد لحدي هدي نكرة دعضو وحي فائدين السا عموم ولا بضن بانا تاست المامي أو وحبذني لقوم من الشيء جرى يو أياد يا كأن صبصني وحير لقوم من الشيء كتو مركب من الشيء قد عام نقضه أياد يا مركب في عن ساس أودد مركب وحي فائدين السبيلها علماء عموم يدون كراس يقول إثبات الأعضاء مركب ورا أصل كؤها إن إطلاق فائدة عموم أين فائدين هذا الصورة ذا هو اللي قريبية مركب من الشيء قد رح دعضه وأنزلنا من السماء ماء طهورا بيك استعرك اللي قصود شيء إنه ماء طهورا يهي وطاهر مطهر يهي بعام كته عموم كانوا حلقة قاتو قرينة وآه من الشيقتك بعض اعتراضه يلي تكسيرهم بفائدين الساي يفرب بضني لكن عموم الشمول يفائدين ما يسوى تشيران لكن قول كاسي جيد ما الصحد وحي تهي إن العممه ولا ماذا قاركود وحي كاركود دارين الزركش لفتي سنكم ديهو بحر المحيط كوشاغي نكرضا في سياق الطلب دعضي إبريق قديهت كل دعضي في سياق الطلب هدي نكرضو دعضو طلب كوحلوتشي ذاكيد دعادة أهبا اللوتشي وحي فايدين يسا عموم ساسورنا يا الزركشي بحر المحيط كساسورنا وحنا أوتوا الصلاة دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة ونكر في سياق الإثبات لكن بري يكون حسوا أنت وحي فائدين الساء يورنا يا عموم الدعاء هو حلق التريا إن يتهي من جوامع الأدعية أو حول الزركشي فإن حسنة نكرة مراد بها التعميم والنكرو عام يلس لوغة تشيدو ولهذا كان من جوامع الأدعية سداس دراد يدبو النغضي دعادني دعوين كوح كلمية
الجوامع ذا وكم النوض شيخ وصون نقلنا يا إسقوا عن شيخ يسأونس بين زركشي أي صون نقلنا يا دبيد نمرك وحين وحوجا واعتراضية أرنكم مرك والشيء جوامع الأدعية أنا وتلمام يا لكن تكثير بي أقبل كرتابورنا يا متعظيم وإن العموم كان سنين إفربضني اللوغة تشيد حسن أبضن إحسن أردن أين كوضا دعين بي أقبل كرتابورنا علماء المفسرين تقاركودنا وحي مرين سيدة الزركشي شيغي وبعض المفسرين وحي أرانيان دعادني وحي كل مسي خير الدنيا والآخرة خير كالدنيا دي آخره رمبي وضا كل مصر ويحسن في الدنيا مركا اللي يري وحسوق لي علمك النافع أها عملك الصالح أها قبر لي الصالح حد أهيد وناك سنيدين وزوجه وناك سن إلهي ننك السيو قبر لنا والله مدني وناك سن إلهي السيو رزقي مركا واسع أهاي وناك سنة عافماتك أبطك أمانتي يعني وحوي ركوب وناكسن إنه هلا يعني وحكة استوى وناكسن الدنيا ذا كصغان وحيسوق ذا جليان آتنا في الدنيا حسنة حسنة ذا آخرنا وحيسوق جليا إن شن الله جليه إن أرجع حيوينا لجبت بادية مارين تقيامه إن عذابتي لجبت بادية إن حسابت الله فضيديه يا وحي الله كلام مركا آخرة قصة غني ونجا إنه حلو أضيت النظر إلى وجه الله يا وحي الله كلام النعيم كفي عنبا عذاب كإلا قبض بادي حسابتنا الله فضي ديانا ولي بوحي كان صنيسا الدنيا ذا أنتو تشوجو إنه حوي الله إلى ليه قال لي مدي يشبهاتك يدنوبتي أشياء ذا صرنا الله إلى ليه سأودد وحمرك سجلية حسنة آخرنا خير كستو آخرك تعلقة مرك الدعاءنا وحكم تاعي من جوامع الأدعية ولا مضى صدى سوك لأوت المانتين وحكم دا الإمام ابن كثير كتاب كيس التفسيرك النحو هذا أيوت المامي هذيل قص عضو الله يلاه ذو عموم فائدين ما يسوي وحي فائدين يسون إطلاق ده أصل هو حياة الله إذا مر كائن هل حسنة كل عضو إف كان إن هل حسنة لجوسيو آخرنا هل حسنة لجوسيو ده مراد كنا صدام معها شيخ اللفتي سمركو هذا الكا اعتراضيو استقل اللفتي سوا كا كحي إطلاقيو ده تكسير بوم مرة إن أخبري كرتول أورن كرو يا ده صدا صيف يعني ومعناها مر كا وناك قبضن إلى وحنبا شيخ وحور رحمه الله كذاك في سياق النفي النكرة كذاك علمد هذا مركا أشياء عمومك فائدين سوكر علمد هذا في سياق النفي سياق النفي حالي نكرة صوص عطاكس غنطهي نكرة 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 سياق النفي قده يتكس غني يدن وحكمته من السياق العامة ومنه الفاظ عموم كفائدين يسي كم إذا هاتي لا يستويان استواء للنفي واذكره أي واذكر العموم عموم كالشيق في النحو لا أكلت لا أكلت أكل عموم كالشيق وحوش شيء ذا فعل للنفي والنفي قلق هدو النهي قلنا والله مده أو في سياق النهي وعد كلو كالشيق تا عموم ك في سياق النهي سياق النهي كالشيق مركا عموم كالشيق أو الشرط أما السياق الشرط إذا يلاقي مرك السياق النهي أما الشرط يقول لكلمه نكرة أقول لكلمه كذاك ساسو كلو هذا الاستفام واستفامك استفامك وحلوك استفامك إنكاري أها يعني أن المركز الشيء ينبع لك يا با الشرحة استفامك إنكاري يسقون وحفايدين يا عموم بفايدين ويو معنى النفي نحو هل رجل يعني أي هل رجل في الدار أي ما رجل في الدار ما معنه دعي استفهام بمعنى النفي وفي سياق الامتنان هذا الكي من الشيغت كقوده سنة ذاك قل كاس كده أو عام كده وقد يعم اللفظ عرفة مثل ما في رأي الفحوى وحرمت مما وعقلا أيضا مثل ترتيب على وصف فذا باللفظه لن يشمل
ومثله المفهوم في المخالفة، وللعموم ضابط ما خالفه. وهو الشيخ يري: وقد يعم اللفظ عرفا مثل ما، وقد يعم حقيقة وادع ذا إنو عميمه، اللفظ لفظه إنو عميمه وادع ذا عرفا أي بعرف عرف أكو عميمه عدد يسيد الله برتي أكو عميمه مثل ما أي وذلك مثل عموم ما كسيوح أهاضي سيدكي عموم كي سوكلو أهاضي في رأي أي استقر في رأي رأي كسوكناضي رأي أراد علماء كمدة كسوكناضي إنو عاميهي الفحواء أي وهو الفحواء كي أراد علماء متكمدة كن نقضي عام كن نقضي أي علماء قاركود أقبان إني عام تهي فحوى هوية وفحوى الخطاب وهذا الكم عنه سكوك كان صني يعني مفهوم موافقه وحرم إي حرم أو كلوي حوشيدا تحريم ذات اللونسبي أتمم آيادا لما يستر عكو إشارة يا آيادا شيخ وحنوت الماما يا عموم كينو النقضو إنو لفظ عام كنو قنا أيو اللغة دا أي كسو قنتهي إني عام كتهي لفظي قال لغة لغو قرتي عموم كيسا يأين لفظي وعام كن قنوية لكن عرفي قال لغو قرتي ولغو أقوان صدي إن عموم الله استعماله لغة أصلي قال هيدي أنصدى لغو استعمال به يعني من مركا يكسونا تي وضع اللغوية عموم كيسا يأينو نقن به لكن عرفي قال أيا لغا قرتي الله برتي إن عموم الله استعماله تانا وحشيخ التلمامي متن قال لبس صورة أيك الشيء شرح أنا مدبو إضافي هو عام ككل قنيا عرفجا برشاد الله برتاي أريجا إن لا استعماله أما تركيب كا عموم إن لا استعماله وحكم إذا فحوى الخطاب مفهوم وافقها يا كم إذا مفهوم وافقها لبقي بضبع علماء قاركود قيبيان وفحوى الخطاب يلحن الخطاب بيقيبيان لبضب أنا وحيسوق ذا جليان مفهوم موافقي بيسوق لي لكن مدنا كلاغا امصي حكمك واوغا اوليسن يحي كلا شيغي مدنا كلاغا امصي حكمك وا كلام مد يحي كلا شيغو وا كلا سيمن يحي لكن اوغما اوليسنا مركا كلا شيغي مركا كلاغا امصي حكمك او كلا سيمن يحي وخا ليرهد لحن الخطاب ليرهد تساليس نوح نكون يا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا عنتان لعن حولها أقونت أي الله الشيء وحلم إذا استعمالات كي كلا أن عنتان كأهين هدي لغو استعمالنا وحلم إذا سيدا إن وحوية أن لعنين در لغا دكتو أما قرية لغو دستو أما ددك الله السيئو كل ذلك أقونك وأصي منطف مربا هدي حوله سي مركا لغا بابييو لغا تكسيي سيدي لو تكسييبا و اسيدي كلا وحي او كلا دوانتا هما جرتو قابك لو تكسييا اساقا او مكا لدور رونا مركا وحي نقونا اسا لحن الخطاب بي نقونا اس مركا اكلي بالا الشاقي وحي مساوي لأهو لسيمن ان وعد التصرفات كي كلاو لن ايا لسيمن وحولها أقوم كالقو إتلافيني كوحو النقونا إياه عام عرفا لفظي أكلية دولو الشيغي أكل وضعي اللغوي كماها مد عموم فائدية وضعي اللغوي أيانو سيدا كو أهاني عرفي أيان الله برطي إن عموم الله استعماري وحلم إذا أكل الربا وصوص دوعيد كاكوصة أرورتي الربا دعوني تانكيدا وحلم إذا تصرفات كلا الربا لقو تصرفانا وحلم إذا مركا لحن الخطاب كاسي وقيب مفهوم وافقها كم إذا وحن نقونا إياه عام عرفا أي نقونا إياه فحوى الخطاب كنا وحن نقونا إياه كاللقاء مصي أي حكم كأوغاء وليسان وغمضا كلا الشيغي وصدا فلا تقل لهما أف لبدي والدها كؤرن هذا الحنها كؤرن دينا يقعني روحي وقطك تو ولدك والدك سيقراعه
وبوجسي أو ليسنت التحريم كي حمان تأرنك السحويه كوحين قنيسا عام عام بين قنيسا بعرف عرف جاي عام كل نقط علماء قاركود وحيليهين دي حقيقة عرفية أي رياضة إسكان نقطين أكل يد للشيء ومن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل عن وعد التصرفات كردن بالوتشيدة هذا الكأوف إن لقوي له هذا يدو مركا للريبي وحيلم التاي عن وعد إيدا قردن هو جزء كم إذا أجزادي إيدا لبستي مركا للريبي إلا بدا والد قيب كم إذا وحاء إن وحوي هذا الحن لقوي له هذا مركا وحين غنيسا إن يلم التاي ولا قوة تاي فلا تؤذيهما إلا بدا والد هالريبي مركا وعام عرفا وحقيقة عرفية علماء ذكر كلي في رأي وحويري علماء ذكر كتب وحي قبان الشافعي كم بديهي إن فحوى الخطابكو كاسل الشيقية يلحن الخطابكو با إن يتاي من قبيل القياس أين أهين من قبيل العام لفظا وقياسهم بحكم كلو قد تلابي اللو قد بيلي وإمام الشافعي قياس جلي بكم أقعاب مركب ما دام الشافعي رأي كلك قفو ومن قبيل القياس إن التهاي وكتجي سداس أودي أي الشيخ مركب وقيد ويرفي رأي ويري وحول وقد سبق بيان القسمين في مفهوم الموافقة وحكاية الخلاف في الفحوى أنه دل على المسكوت قياسا أو نقل عرفا أو مجازا بالقرينة أو دل من حيث المفهوم وعلماء قاركود نوح إليهين وقياس قار نوح إليهين عرفي وي أو حقيقة عرفية علماء قاركودنا وحيلي ما هو مجاز وبالقرينة وي حقيقة عرفية وحوية أصلها وحوهانشري مجاز وحوهانشري لكن هو مجاز غالب نقضي أو حكو غالب نقضي استعمال كالله استعمال يمعنها مجاز جاء إلى مجاز كحقيقة كأتكاضي وكغالب نقضي مركز سالة الواب حقيقة عرفية أما وحوية مفهوم وي ومفهوم نمو كوكوتو سي كأقوال أفرا كسغني هرين صمر فلذلك قلت في رأي لأن الراجح ما نص عليه الشافعي أنه بالقياس سيدا استراد ديدبان مركا أولي في رأي رأي قده بساس أي كسغنت وحن سيدا مركا أولي وي الراجح الشافعي نسقري يحويان إنه قياسي هايو قياس جلي ساسو صراده كلا صدحات وحي تهي هدي تحريمك لو نسبي اما حكمك الذات لو نسبي حكم بعد ذات لو نسبي حكم كنا وا شيء معناه مركا معاني بو كدعه الذات لفتيده كما دعه اي وحد ذاته كو تعلق اي حكمك كو سابسين حرمت عليكم امهاتكم حليدن كحارانتني ما يهويو يمكن هويدي وا ذات لا تسلو حارنت نمي معنى كتعلق يد ذات ذا أي تحريم كود عيا أو استمتاع آمن نكاحية أي كود عيا حرمت عليكم الميتة وحليدن كحارنت نمي بختي بختي وذات تسلو حارنت نمي بختي إلا بختي ودع عيا وبختي يا شيخي حلقت الماما يا عنتان كلا عنا يا إياه حارنت نمي اللو قشيرة علماء وحي سويديان هدي حكم ذات الله نسبي الله تيريو من قبيل المجمل مياه ومجمل بين نقر إصايا وحلو بباهن يهي وحا تحريمك كل عيئ لأقاده وقرائن للراديو ووحي نقر إصا مجمل والدليل كلاينو عدية لباهن مثل ذات كستا معناها أم مناسب كي حكم كاسي وتعلق يو أي الله حمبارا يا عرفك الله قرنا يؤين معناها اللوغة تشيدو علماء ذو اللواقة والبيكلي علماء ذا قاركوضو حيكرد من قبيل المجمل إنا يتهي أو مجمل كأي قليني حيليين إجمال باكوصوغان حانو اللوبة هي قرينة أما الدليل عدية أي اللوبة هي وحانو إن شاء الله تعالى ينوغو إمان دونا سيشيخ بشيق أيو بابك مجمل كو ينوغو إمان دونا إن شاء الله ولما ذكر كودنا وحيليهين ما من قبيل المجمل معها وحيكمت وحيالها بين كعذب كمت لكن
وحل إيجي يا مد ولبا محاعر في أهان معناها وقت علقة مرك اللي يلاذو حرمت عليكم الميتة بقتي قال ليدن كحر أنت نمي حلوش إذا أكل يس يعني تان كيس ليدن كحر أنت نمي حلوش إذا ويا أشياء دني وحيا هيد وحل عوني تشري هدي لك جورعي لها دوا الله عوني لها جورعي الشرعي جهينا لك جورعين والشيء بختي عوني تان كينو حاران نقض على جقرني حرمت عليكم أمهاتكم نو حلوش إذا استمتاع يدي أما وطئي مقدمات كيسي أي اللوغة تشيدا تحريمك تاسوك دعايا ويعرفي أهان وحلو يقان يعني الدمرك أحكامتك تعلق إيسا ديوا قور إيينو بنان يهيينان قور بناني مركا ديهو يدي قور كيدي ما بنانا وحياليه مركا قور كاللوغو قستي تشيرينا يعني ما بنانا ودي استمتاعي وحلمي دا ولما إمنكر مرك التحريم كذات ذهب اللون السبيء معناها عرفي قال لك جرنا أيو أي مرك اللون نقلين أي اللون رأي مرك التاس أي مرك لقى تلمامي مرك عرفي قال جوجرت عقب ما يتذا حديث باب الصائر ورشيء إنما حرم أكلها أما إنما حرم أكلها وح حارنتني ما بيع نتانك العني أما وح اللي حارنتني ما يي عنيس طلعونا ينبل حارنتين مية سكلا إن لوجو انتفاعه لما حارنتين مين والنبي صلى الله عليه وسلم حصل مرين نف بختي ولا تشيدي مركسو حيري هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ما هرج إذا قادتان ولا بحذان أدنى أمد جيسان أدنى أكو انتفاعان مركسين يا رسول الله إنها ميتة رسولك إلهي وبختي مركز النبي قولي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وححارنت نموبي وكلية عنص العناي أكل الله ضبطي إنما حرم أكلها وحل حارنت نموبي وقرة عنص العناي وقد يعم حقيقة وعمم يا اللفظ لفظه وعام يلي عام بكي يلي عرفا أي بعرف عرف أيك عمم من باب النزع الخافض مثل ما أي وذلك مثل عموم ما كاسي وصدك عموم كي سوكلوي في رأي أي استقر في رأي رأي كسقناضي الفحواء كان رأي كسقناضي عموم كيسو الفحواء أي هو الفحواء فحوهوي وفحوى الخطاب ومفهوم موافقه وي مفهوم موافقه ويان مركا لحن الخطاب فحوى الخطاب ليس قدر وحمدنا الله استعمال اياك لغا مسين حكمك او ليس هي كلا شيغي او فحوى الخطاب لحن الخطاب وين مساوي ليه وحرم اي حرم وي حلو جيدا تحريم ذات اللون نسبي اما حكم ذات اللون نسبي وحو غدعيا معناها كتعلقه عرفا لبرتي ذات ذا إن لو استعمال لها أي إن لحارنت نميي ومعنه دعي أتمم دميستر أتممن بأصل كؤها مركا همزة دينا وحكرغي همزة وصل أي كرغي لكن أصالة وحي أهيد يعني قطع بي مركا أهيد أتمم هديل أتمم توحو تشيدا تحريم كآيات لغو الشيغي إذا تلو نسبين أيو دميستر آياتا وأنا لبضع أيضا مدهان إلى دميستر حرم عليكم الميتة يحرمت عليكم أمهاتكم وعقلا أيضا وعقلا أيضا بني قنا سمعنا يعني نطقي قال قلنا واقيا وحن قنا يا وعقلا أيضا أو حركتي وحلون نقلنا يا نون كريبا التنوين تأه إلا آخرنا يا لقرينين أي حركة اللون نقلنا دهنا نون كرد كان أي الآخرين يجي هذا الورد فنيا وعقلا أي وقد يعم اللفظ وارد عذائن اللفظ عام يلو عقلا يعني قدم لا تحقيق بابا مريوح في عن سيدا كلام إن اللي يلاهدو حلقت المام إيا إن إيسا ورد عذو وقتي ذا قركود ومعنه التقليل كمركا ورد عي وقد يعم اللفظ
ودعدا لفظه انه عام يلو عرفا اي بعرف تنو وحي نقنيسا وعقلا اي وقد يعم اللفظ ودعدا انه لفظه عام يلو عقلا اي بعقل عقل انه وح كعام يلو كعام ما ودعدا ايضا نقشين كن نقني لفظه عموم كيسي با لو نقني مثل ترتيب وسيد السببين لغا سببيه على وصف يعني صفة أما وصف لغا سببيه حكم با وحلغا سببين يا وصفي فذا بلفظه لن يشمل فذا كني لن يشمل بلفظه لفظه سي وحكم عميمي عقلي أيوك عميمي ومثله المفهوم كاسو كلوحة هذا المفهوم مفهومك في المخالفة حال مفهومك مخالفة ذاك السقنا هذا ومفهوم مخالفة هو هذا وللعموم ضابط عموم كروح السقنا هذا ضابط ضابط وذكوبي السقنا هذا ضابط كاسو ما خالفه يعني مر كانوا خلافين يعني عام كانوا خلافين يعني أنا كبح سنين هل كان الشيخ وحين أقول الشيخ إياه لفظي إنه دعو عقلي إنه كعمي موح وعقلي قال لقو قرتو لفظي قاسي إنه معناها عمي ما يلا قرتو واسيدة حكم إن لقى ترتيبيو وصفي لقى ترتيبيو حكم بالا الشيغي حكم كاو حلقى السبي يسف الله الشيغي وحن نقنية عام أي مركان نقنية واسيدة هديلا يلادو حرمت الخمر للإسكاري وحان حارانتين ما يخمرغ للإسكاري صخرة من تدراد ديد بان أحارانتين مي يعني وحوية للإسكاري وتعليل حكم كل علية للسببي وكوحو النقنية حكم كو عام كو النقنية علة داس الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم كو علة لو وريغي يتشوغي تاني مغنى شباء مركا علة دي هدى يتشوغتو حكم كيوا يتشوغي عقلي غالقو قرني والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد الحكم عقل نوح حكم يا إن مركز طوع اللذة اللي هلو معلول كان اللي هلي كي اللذة مركز اللوع اللي هي إن اللي هلي وكلما انتفت ينتفي مركز طوع أي ويسنتو وميدان تشوغين أي نقطنا اللذو حكم كنوح النقطنا يا ميدان تشوغين أي نقطنا مركب من باب عموم العلة وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم وعلتي هذه عامتها حكم كيوحون نغني حكم عامة أي نغني فلا تقول لهما أفن هدي لي لذو من قبيل القياس إن وحوي النوعي ذي كلا إيذاق آيادا إن لغو حرم أيه وحيسوق ليسا نوع اسمرك أهاضي من العام عقلا نوعاسو كم من نغني نوعاسايو كم من نغني حانو شيخ ورانايا علادة عام يلي سمرك الليه هي وحلوت شيدا يعني علل كعقل أبا اللوغة شيدا علل كعقل أيا اللوغة شيدا عقل اللوغة قرنا أيو يعني الشيقة السببية أما الشيقة الشيقة كحرية علل كالشرعي قان نقن ما أيو سيدا إنا تلاهدانا وادعي كرتابو لي نعم ترتيب الحكم على العلة وإن كان من حيث عموم العلة عقلا لكنه إذا كان من الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها شرعي وأرن تعبير كقصة بسلمرك اللي هي يعني هذا الكاهر والشيء وعلك عقلي علك الشرعي يعني إنه كالصاريو وحولي هي أنت استدراكي حكم كإن علة لقى ترتيبها بقها تعموم كعلة مد عقلي لو قرطية لكن مربها الدواء هذا مد شرعي قصة حكم كعام نمد سوحون نقنية قياس كل عي الشرعي بو نقنية حكم عقلي ومحضي نقن ماي وحن نقنية حكم شرعي بعضنا وحي له ميل لغوي بو نقنية بعض كلنا وحي له ذن مبع مما يلا شرعا ولا لغة لكن سيدا مركا في عني وسيدا وهر مري الشيخ نظمي غنا وكت المامي اكو الشاقي اي الراجح ويه مسألة الله بعد الشيخ ينو الشاقي وحي تهي مفهوم مخالفة مفهوم كل يلا هذا عقلي يا الله جو قرن يا عدالة الشيء جاي حكم كل جو حصي
waxa marka shartiga ama sifada ama cilada ka duwani inuu xukunkiisu ka bedelnaanayo aqliga lagu garto sida hadalka uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam matlu lghaniyyi dhulmun ruuxi xoolaha haystay warwareejinta uu ruuxi deynta kulahaa warwareejiyo meermeeriyo deyntii iska bixin waayaa waa dulmi marka alghaniyyi baa nabigu ku qayday halkaa waxaa laga fahmayaa matlu ghayri lghaniyyi inaanu dulmi ahayn kii aan waxba haysan isagu faqiirka ahaye wuxuu deynta iskaga bixiya aan haysanini inaan meermeerintiisi noqonaynin dulmi taasaa laga qaadanay suuro kaloo saddexaad wuxuu ku daray sharaxa ayuu ku daray nooca caqliga caamka ku noqonay suurada saddexaad waxay tahay waa idaa waqaca jawaaban lisu'aal haddii hadalka nebigu sallallahu alayhi wasallam u dhaco jawaabu su'aal ka jawaabayay u dhaco isaguna wuxuu noqonayaa caamun caqlan buu noqonaya waa sida weydiintii nebiga sallallahu alayhi wasallam la weydiiyey ruuxii afuray bisha ramadaan ee cudur daar la-aan ku afuray waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan deedna nebigu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam actiq raqaba faqaala calayhi alkafaara deedna nebigu wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu u noqonayo kafaara ku saaran marka waxaa la garanayaa ku kastoo saas oo kale afuritaankaasi ka dhaco in kafaaradaasi fuurayso culamada qaarkood waxay ku gaar yeelayaan sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay ku gaar yeelayaan waa haddii soonkii lagu jebiyo galma lagu jebiyo waxay leeyihin waa intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaaci min ghayri cudrin ciladii taasay ka dhigayaan laakiin maalikiyadu waa caam yeelayaan waxay leeyihiin soontii ramadaan haddii cudur daarla-aan lagu jebiyo nooca lagu jebinayaa noocu doonaba ha noqdo galma ha noqdo cabitaan ha noqdo cunitaan ha noqdo kafaaradu waa ka waajibiis madhabulmaalikiyadu saasay qabaan marka kullu muftirin hadda wuxuu u jeedaa yacni iftaarkan khaaskaa buu jeedaa oo ka tilmaamaya ama la yidhaahdo wuxuu ka tilmaamayaaba fardi ahaan kamaa low su'ila haddii la weydiin lahaa nebiga sallallahu alayhi wasallam calaa man aftara oo odhan lahaa calayhi alkafaara waxay noqon lahayd in mid kastoo afura kafaaradaa lagu leeyahay ee khusuuskii xadiiska aanu u jeedin ee uu yahay mas'aalo misaal fardiya u yahay marka calaa hada uu noqonayo uu u tusaaleeyey jawaabta loogu jawaabo inay tahay jawaab muftir kasta caam ku noqonayso wuxuu sheekhu yidhi wa caqlan aydan ay waqad yacumu waa dhacda inuu camimo allafdu lafdigu caqlan ay bicaqlin caqli inuu ku camimo waa dhacda aydan noqoshaynu ku noqonay tacmiimka lafdigu wax caam yeelaayey mislu tartiibin ay mislu tartiibi lxukmi waa sida xukunka in laga sababeeyo calaa wasfin wasfi laga sababeeyo ama cillo yacni sifo cillo noqonaysa fadaa bilafdihi lan yashmala kaasi caam ku noqon maayo lafdigiis bimacnaa wadciga lugawiga ah caam uguma noqonayo ee cumuumkii waxaa laga gartay xagga caqliga oo cilladaa inuu xukunku ku tallaabayo ku gudbaayo ayaa la gartay wa misluhu lmafhuumu fi lmukhaalafa xaramtu lkhamra liliskaari marka aynu sheegayno waa misaal fardi ah maaha xadiis inay ku soo aroortay tusaalahana mid la qadarayo waa lagu tusaalayn karaa wax waalsha'nu laa yuctaradu lmisaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu yacni sha'nigu wuxuu yahay yacni misaal lama bushiyo waayo in la fardiyo la qadaro ayaa markaa ku filan waayo misaalka waxaa looga jeeda litawdiixi alqaacida wa misluhu lmafhuumu kaasoo kale waxa ahaaday oo cumuumkiisu uu caqliga ku xasilayaa oo lagu garanaya almafhuumu mafhuumka fi lmukhaalafati xaalu mafhuumku ku sugan yahay mukhaalafadii ku sugan yahay oo mafhuum mukhaalafo yahay mafhuum mukhaalafiina wuxuu noqonayaa yacni caamun caqlan ayuu noqonaya walilcumuumi daabitun cumuumkii waxa u sugnaaday daabitun daabit daabitkaasoo maa khaalafahu caamku aanu khilaafayn micyaaruhu miisaankiisu
صحة الاستثناء واستثناء إنه حصل أيوه وحلق الريب كره أو وحلق الريبة أي أصحص من الذي كي لقى استثناؤه فيه احتمال جائي استقر فيه أقص ونادي احتمال احتمال أقبلاد معنى أقبل كره احتمال كاسو جائي إيماني لأنه إخراج ما حي لي لأنه استثناؤه إخراج ما كئن لبحيوي قد وجب واجبي دخوله قريتان كيسا اللفظ قهر السوق قد قليا مستثنى منه قينو السوق قد قل كي واجبتي إن لبحيوي استثناؤه فلا عموما نصب عموم ما أهانين مدمركا لو تاقي أما لو السوقي في عدد ترقده إذ هو غير محتمل محايالي عددك ما أقبل أيوه يعني عموم مركا أقبل ماي ولا منكر عموم كمسونا اسم نكراءنا مركا كمسونا عموم كمسونا سوى ما قد قبل كل أقبلي موياني ولو يكون في جموع راسبة أبا هذا مقع النكرة ذاهي متكسوغن راسباً أي ثابتاً كسوغن في جموع شمعي قدهود كسوغن هبا هذا إذ الدخول محايري قريتان كأسوغ قده قليا ليس فيه واجباً واجب ما هو أفراد دور دمين يصوض قده قشا مد واجباً معها مربها دين واجب هاين عام نقن ماه وحال كان إنه الشيغي قاعدة علماء دو أي الشيغان أما الضابط ضابط كاسي وحي هاي علماء دو وحي الهدان معيار العموم الاستثناء ميزان كعمومكم معيار وبمعنى ميزان وزنا ومعنا وانا اسكو وزني وانا اسكو معني معيار العموم الاستثناء ميزان كعموم كلغو ميسام اياه واستثناء شيء هذا استثناء قلي عام وايهي او حنا قلنا يا عام صاص سي علماء بدن كودو اطلاقا إشكال وح لغو سأروري سيدا عام كي وح لغا ريبي كرا لغا استثنون كرا عدد كان وح لغا ريبي كرا لكن علماء دا أقبت عدد دادو إنا نكم دا هاين عام كا عموم كان التعريف كي سأل قدر يقيد كابلا حصر عكا شيء محصورة أو ترقارة كو حصر سانا كو كوبا إساقو عام نقن ما أيو قول كسيدا أرانية علماء بادن أي كتاقين يعني وحي نقرأ إذا تاسميد إشكال قلنيس ومعيار العموم الاستثناء السيس وفقه إن سيدا اللي إله دائيو يين عدد كي استثناء قلي كرو علماء ذا قاركود هذا بوحي قليين تقييد بقلي تقييد كيبو الشيخ النمركا أمري إن قيد لقدره واللي إله دو معيار العموم الاستثناء مما يحتمل العموم ميزانك عموم كوحو نغنية لغو ميزامية استثنو نغنية لكن ميزانك عموم كلغو ميزامية إنو استثنو نغنية وحي كساب سنتي ووحي أقبالي كرا إنو عام نقضو إيه عدد كي مركو هرابا ما أقبالي كرا إنو عام نقضو ويوه محصور مرها دو ترقارا كو حصر السنايا كو كوبنا دي عام من نقن كرا عام من نقن كرا مركا ساس آوديد وحو مركا نغونا إياه ميدان وحوي عام كي سوغري قيد كاسانو كبحيا مركا وينو احتمال من الذي فيه احتمال جائي وكعبرا ووحي احتمال مركا وقلي كرو إنو الشيء سوغو دقلي أي كعبرا نغار كود مما يصلح للعموم وحي عموم أصوبة مي وحي أقبري كرا إنو عام يهي وحو نغونا إياه عام هدي مربا استثناء كري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الإنسان لفي خسر آدم يقول كسوغي هي خسار كسوغي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده إنسان كلي الله قمت الماما أيوه وحل لغة شيدا أشكو جرتايا وحيطة استغراقية تعميم بفايدين إسا وحي وضمان شين إسا وحا اي قشي نوعي دور نن اي عام كنغنس
أشياء استغراقية ذا هنا كل بيلا معناته يعني مش كل انت الله رجع معنوه صح نقنكره أي إن كل الإنسان لا في خسر إن عام صدا أطه إنسان قارئ أن لوتشي دين حق الله قاتل استثناء كذب الدعي أو حلق الرهبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحلق الرهبة دي هداني عام أهين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما يهدين ولا قمر رهبي كرين مربا هدي لغا رهبي عام إنا يتهالك لغا قرت ساسا لغا قرني وقولي من الذي فيه احتمال جائي قيد في الضابط بولي زدته على البيضاوي وغيره ممن يطلق أن الاستثناء معيار العموم حتى يخرج العدد إذا قلنا بصحة الاستثناء منه كما هو قول الجمهور وقيد الضابط كقص جنبوري أو حنكو كردي يقول هذا الكيب بيضاوي غير كأي إطلاقيين استثناء قوينو يهي معيار العموم حتى يخرج العدد أما حتى يخرج العدد سوء قيد كان عدد كأصاره أما سوء عدد كأبحه حتى يخرج العدد سوء عدد كأبحه أما حتى يخرج العدد إذا قلنا بصحة الاستثناء منه هذا أنكو تقنو إن عدد كي وحلقة استثنون كرو لغا ريبي كرو يعني غريب وحا علماء دقار كود خلاف وحي قليا عدد كي استثناء مقيري كرا ميسي مقيري كرو شرحنا وكو تفصيلنا يا شيخ يو أقوال صدحاء يصور دقلنا قول أردنا يا عدد أردن وحوال لغا ريبي كرا يا قول أردنا يا وحوال سم مطلق اللو عميما منعيقا يا قول أردنا يا عدد وحوال لغا من ريبي كرو إطلاقا يقول أرنيا عددك هدوية هاي مركا شيء عقدي واسكبه وحقوي هاي مبالغة كتري كتو وحبال لقري بكرة لكن هدي كلام مايا لكن على كل حال قولك الصحاني واسدة جمهور أهل علم كتاقين وانا سيدة أدلادنا كتوسينة يسلوغة دا عربيت دا كسوغن شيخنا مركا أونس بيي جمهور كعلماء دو إناي قبان فإنه قابل للاستثناء وليس بعام قطعا عددك وحو أقبلك كرا استثناء هذا عام ماها حال قطعيني يعني علماء ذكر كوضي وكردق ينعم لكن سيد الصحن باسدنا شيخ وحو التلمامي ضابطك إن عام كورد مكوضة حروني وأيو استثناءه وإخراج ما وجب دخوله تحت اللفظ بإلا أو بإحدى أخواتها وإن لبحيه وحي أي واجبتين لفظك الصوق ودقاله أي إلا لغو الصاري أما ولا له يدمتكم إذو أدواتك استثناءك كلا لغو الصاري أما إلا بلغو الصاري أما أدواتك كلا استثناءك لغو الصاري مركا عموم قلي ما يعددك ويا مركا ورانو عموم أقبلين استثناءها بقالي وعامل أرنا لأنه غير محتمل للعموم مركا قيد كيبا لغوي مقع النكراء هنا عام نقول ماي كل أقبل عموم كي سموياني وأن كردي في السياق النفي دعضي وحياله الراعي التوابع دوها سوى ما قد قبل أشياء دهور لصو الشيغي أشياء دهور لصو الشيغي يقو عام نقول ايان أيو كريبي هباء هذا مقع أن كردي مثل شمع هباء هذا بي وهدي شمع أن كراء لشيغو عام نقول ايانو لمن إن أفراد قوة حرونا يس كما دارنيس ويجمع أنك رضا دين أفراد الصو وضد قشة واجب ما وكل عكرة أقل لجمع شمع أنت وغير قيب شمع كم يدو كل عكرة يهدي رجال لا يلاهدو رجع ورد من إنه الصو قد قل يان لقى قادم ماي شمع رجع كم يدوم بكل عي دين فلان يا فلان أين كتشرين دين ما دي ذكرته يا مرك أساس أودد مقع النكرة ذاهي شمع به النقد عام نقول ما يهدان وأهين صور كأين الصور أرقني نكرة في سياق النفي التوابع ديدي هدان وهاي شيخ وحول رحمه الله وللعموم الضابط عموم كوح وصونا ذي الضابط ضابط هو شيء وذكوب يوان وحبك بحين ضابط كسم ما خالفه عام كأنو خلافين وأنو سيقين يكرر مباي معيارهم ميزان كعمومكو ضميرك هذا عمومكو النقنا صحة الاستثناء استثناء وإنه أصح يو
إن وحلق الرئيبا أي أصحيصه من الذي كي لغا استثنوضو لغا الرئيبه فيه احتمال أي استقر فيه أكسونا ذي احتمال أقبل هذه أكسونا ذي معناها وأقبل يعني صوق ذكر احتمال كسجائي يعني مركيمي وحسوق ذكر لها اللفظي إن لغا الرئيبا أي أصحيصه استثناء لغو السمائية كاساو حلورنا يوعام لأنه استثناء إخراج ما كي إلا ساروي قد وجب أي واجبتي دخوله قريتان كي سأصوغلي أي تحت اللفظي لفظي قوسي سأصوغلي فلا عموما عام نمو نصبا مثل التاقي ماها في عدد عدد قده عدد قده اللي قمصوغين مركا عموم وعدد عام من نقضه إذ هو غير محتمل صابت وحي أهاتي عددك ومدى أقبلين عمومك ولا منكر مقعنا كراء قدهينا عمومك مركا لقمة تاقين ولقمة الصغين مقعنا كراء دو سوى ما قد قبل كلا أقبلي عمومك سا كسو هري أو أنهي ونكرا في سياق النفي التوابيع دي نكرا في سياق النهي وقليس وهكذا ولو يكون هباء هذا مقعنا كراء دائه في جموع راسبة أي راسبا في جموع ثابتا في جموع شمعي ومدكو السوغان هباء هذه عموم إساغونا مركا من نقوني عام من نقوني إذ الدخول محايا لقريتانكو وصوغو دقلا فردقان أما أفرادنا أي صوغو دقلان ليس فيه واجبا واجب معها وشمع هباء هذه دو حدعي كارتا أفراد دقار كود إني صوغو دقلين وأقل الجمع وإسكادع كرا يوحل مدى مركا من نقول أيوه مقعين كرادة أها كوي لصوشيكي هدارو أهين أنو صوم الرأي عام نقول ما أيوه الكاهين وقتشوه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.